بداية أهني أبنائي الطلبة الناجحين والمتفوقين في شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020. ها نحن في كلية الحقوق بجامعة باجي مختار عنابة نهنئكم ونرحب بكم في رحابها. كما تعلمون كلية الحقوق تعد من أعرق الكليات في جامعة باجي مختار عنابة. بدأت منذ سنة 75 بتسمية معهد العلوم القانونية والإدارية، وبنظام الكليات سنة 1998 أصبحت كلية الحقوق. بالنسبة لنظام التمدرس والتدريس، كان النظام الكلاسيكي قديما، والآن أصبحنا نعمل بنظام الألمدي، ليسانس ماستر دكتورة. بالنسبة لعروض التكوين في الحقوق، اللي هي قسم الحقوق يضم تخصصين بعد دراسة الجزء المشترك لسنتين، والسنة الثالثة التخصص، تخصص قانون عام وتخصص قانون خاص. لما تتحصلون على شهادة ليسانس يمكنكم الالتحاق بالماستر اللي هي سنتين، وبعد الماستر يمكنكم أيضا وصل الدراسة عن طريق دكتوراه الطور الثالث. فرص التوظيف في الحقوق مجالات عدة، بدءا بالقضاء، مرور بالمحاماة، وانتهاء بالتوثيق والمحضر القضائيين والإدارات وغيرها من الفرص والمناصب المتاحة لتخصص الحقوق، سواء كان للعلوم، سواء كان للقسم الخاص أو القسم العام، فالفرص عديدة ومتعددة. بالنسبة للعلوم السياسية أيضا هناك جدا مشترك سنتين وتخصصين اثنين، تنظيمات سياسية وإدارية وتخصص علاقات دولية. نفس الطريقة يمكن الالتحاق طلبة ليسانس إلى ماستر بعد دراسة سنتين، وبعدها يمكن اللجوء إلى دكتوراه أو الطور الثالث. فرص التوظيف في قسم العلوم السياسية وفي هذين التخصصين عديدة ومتعددة، بدءا بالشؤون الدبلوماسية، مرورا بالمسائل السياسية والإدارية وغيرها من المجالات الأخرى اللي هي متاحة في هذا التخصص، هي عديدة عن غيرها من التخصصات الأخرى.